تكوني عندي بيبي. حكونا مدادة حتى الايفون اوكي. بدي زي برودكاست حكي للموجودين عطونا بنقل الحين يا المزعجين. حكونا مطاطا حكونا مطاطا. ايه يعني ماك تشيكن ماك شنو يعني دي اي من غير خس. وصلتني برودكاست انت قديم قديم يا الحبيبي. لحظة اصلا انا اول واحد دازها. ولما نزلت الواتساب نشاز شكرا بومبا طلب مني رابط الواتساب قلت له دز لي بنك لو انت حاب. لما طلب مني عطيتها بيز وحزتها مكثر من برجر كينج. حطي فيها بصل وماك البصل ليه الغاز حتى وصل وبتموتنا ليه اعتقد صوتي وصل وتصير معيدة ليه تعتني. اوش لا تدش بالسياسة. شكرا. حكونا مدادا يعني عندي بيبي. حكونا مدادا حتى الايفون اوكي. بدي في بودكاست حكي للموجودين نورت اللستة يا عمي. حكونا بنقلحين يا المزعجين. حكونا مدادا. Welcome to Slabia City. حياك الله في مزار صليبية. صليبية سيتي. أنا يوان. أنا ميت يوان. ماكو مطعم هندي؟ مطاعم هندية ما أتوقع عندنا. ماكو جباتي؟ لا. سمبوسة؟ لا. إذا تبي رقم بدالة المطاعم عندي حاضر ترى أنا بالشوفة. والله ابتلشنا فيها اليوم. تعال هني. إيش؟ شنو هذا؟ مطعم العرضية قطاع 10. ويا ما أحب كذي. أحلى من فرايديز حتى أقوى من فريج صوالح. تعال إيش صار على أحمد عجب. ما شوف يلعب بالمنتخب راح ريال مدريد أكيد بعد السالفة اللي صارت لهم بيحطون أحمد عجب مكان كريستيانو رونالدو ولا شنو رأيكم. خمسة اضرب بالخمس. والله قوية سالفة هالخمس. دود كنتاكي سر لذيذ يا ميسي.